مرحبا بكم في حصة مع عمو يزيد. هذه الحصة الخاصة حلقة خاصة ب عيد الفطر. عندي سؤال لكم، سؤال قل فيه والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة. نمت تحكيكم على الحياة عبد الرحمن بن عوف. بما أننا في هذه المناسبة السعيدة ما نقدروش نجيبكم بلا ما ندير لكم الحنة، وعمو يزيد يغني لكم أغنية جاءنا العيد. محلى طلة الفجر في يوم العيد لو تدري، يا بشرى المسلمين به بعيد جاء بالخير، بعيد جاء بالخير. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميل. انتم تاني أصدقائنا من خلال شاشة التلفزيون تقدروا يرسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com. إلينا نوره قد عاد، إلينا نوره قد عاد، عيد دامت الآيات، فغنوا وفرحوا يا أولاد، عيشوا فرحة وسرور، إلينا نوره قد عاد. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، اكتشف التطبيق الخاص بحصة عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل الأغاني، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد.